تبارك إلهنا كل حين الآن وكل أوان وإلى أبد الدهور آمين. باسم الأب والابن وروح القدس الإله الواحد الوحيد الأحد آمين. اسمع أيها المسيحي إن الرب إلهنا إله واحد، فأحبب الرب إلهك بكل قلبك وكل نفسك وكل ذهنك. عندنا الثالوث الأقدس أو الوحدة الثلاثية في الله ترينيتي، ليست فلانا ونجله وصديقه، بل الله وكلمته، بل هي الله وكلمته وروحه، يعني آب ابن روح القدس. في البدء كان الكلمة، ابن الله يعني كلمة الله، يوحنا 1:1، في البدء كان الكلمة، الله وكلمته وروحه، روح القدس في المفهوم العبري والمسيحي في العهدين القديم والجديد هو روح الله الذي هو القدس. وصل أو أرسل إلينا أحد الإخوة، وأذكر أن اسمه زيد، فيديو قديم جدا من المرحوم أحمد ديدات. طبعا أحمد ديدات رحمه الله، ولا يجوز على الميت ولا تجوز على الميت إلا الرحمة. ألو، عفوا سيداتي سادتي، قطع معنا التصوير. الأخ زيد أرسل لنا فيديو قديم من المرحوم أحمد ديدات. نحن طبعا لا نرد على أحمد ديدات رحمه الله، ولكن على الذين أخذوا آراءه أو يفكرون مثله. أحمد ديدات، عنوان الفيديو هو كيف تهدم المسيحية في 5 دقائق. طبعا هذا كلام فارغ، لأنه من وقت أحمد ديدات، قبل ما يتوفى أحمد ديدات لليوم، لم تهدم المسيحية، فلا 5 دقائق ولا 5 سنين ولا 50 سنة ولا 500 سنة ولا 1000 سنة. هذا أولا. ثانيا، كيف تهدم المسيحية؟ ولكن كل الانتقادات اللي انتقدها في ذلك الفيديو أحمد ديدات، طبعا ذلك القسم، هي ضد العهد القديم، بعض أشياء من العهد القديم. أحمد ديدات يقول إنه هذا إنجيل. لا، مش إنجيل، هو يتكلم في الأول عن العهد القديم، خلينا نقول عن التوراة، بالذات عن سفر التكوين. يستشهد بسفر التكوين فصل 19 آية 30 عن لوط وزنا ابنتيه معه بعد أن أسكرتا، مع الأسف يعني. سفر التكوين 35:22 زنا المحارم لرأوبين. تكوين 38:50 يهوذا مع كنته تامر. طبعا نرد انه هذه نصوص سرد، يعني هذه تسرد، تنقل واقعا، وليست نصوصا تشريعية، يعني تقول فلان زنى مع فلانة، يعني بعيدا منكم، ولكن هذا لا يعني تأييد، بل بالعكس، لأنه في سفر التكوين نفسه، خصوصا في سفر الخروج، خصوصا في قول معي في تثنية الاشتراع فصل 20، هناك الوصايا العشر، كل ما هو مخالف للوصايا العشر لا يؤيده الكتاب المقدس، لا يؤيده الكتاب الملهمون الموحى إليهم، ولكنهم يسردون واقعا. مثلا فلان سرق، ولكن الله يقول لا تسرق. فلان بعيد زنى، ولكن الله يقول لا تزني. يعني فعل هذا البشر هذول هو مخالف للإرادة الإلهية. كمان مرة بقول، لا يوجد تأييد، لا يوجد موافقة، النص هو سرد وليس نصا تشريعيا. الآن في شأن لوط، في شأن لوط، ليس لوط عند لا في العهد القديم ولا في العهد الجديد نبيا، بل هو إنسان عادي، أحيانا ربنا خصه ببعض النعم، ولكن السكر مشكلة. يعني السكر عندما يسكر إنسان، حتى ولو كان إنسانا صالحا، يفقد إحساسه، يفقد شعوره، يفقد عقله، وهذا ما حصل مع لوط. وإذا هذا النص يفيدنا عن أضرار السكر، يفيدنا من جهة ثانية إنه الفتاتين كانتا يريدان نقل الحياة، تريدان النسل،
ولكن طبعا لجأ إلى طريقة غير مقبولة أخلاقيا، هي ضد الوصايا العشر. ولكن أيضا هنالك تقاليد شعبية قديمة وراء هذا السرد، اللي هي تفسير اسم مؤاب. هاي عندكم مؤاب بالعربي وبالعبري، ميم واو ألف باء، ميم واو ألف باء، مؤاب. وطلعوا على نفسها ميم ألف باء بدون الواو، مئاب. إذا حسب التفسير القديم الشعبي البدائي لكلمة مؤاب، يعني مئاب، يعني إنه البنت حملت مئاب يعني من الأب. هذا هو الأساس، أحد الأسس لهذا السرد الذي نقل تقاليد قديمة من غير أن يؤكدها، يعني من غير أن يؤيدها، ولكن تريد أن تفسر لنا أصل كلمة مؤاب، وتريد أيضا أن تفسر لنا أن المؤابيين والعمونيين أو الأدوميين كانوا أعداء للشعب العبري، ولكن هذا طبعا لا يبرر ولا أي بشكل ولا بأي شكل من الأشكال الزنا، خصوصا زنا المحارم. نفس الشيء بالنسبة لرؤوبين وأمه، طبعا هذا ضد شريعة الله. نفس الشيء يهوذا وكنته. على فكرة يهوذا ورؤوبين لا أعتقد أنهما مذكوران في النص القرآني. هلا بنيجي ليهوذا. يهوذا نعم ارتكب زنا المحارم مع كنته تمار، ولكن من غير أن يدري، كان يظنها بعيدا منكم، كان يظنها بائعة هوى. إذا يعني هو زنا محارم بحد ذاته، ولكن في ضميره وإحساسه كان يفكر أنه فقط يعاشر بعيدا منكم، مع الاحترام للجميع، بائعة هوى. طبعا ما هي العبرة؟ العبرة أنه تامار أرادت أن تنقل الحياة، توفي زوجها، سلفها عنان، كان رفض أن يعطيها نسلا، فلجأت إلى هذه الطريقة الملتوية التي لا يؤيدها ولا بأي شكل من الأشكال الكتاب المقدس. إذن السرد ليس نصا تشريعيا، وأكرر أنه ولا واحد من هذول ما هو نبي، لا في العهد القديم مذكور أنه نبي، ولا في العهد الجديد. وشكرا لإصغائكم.